سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محترمين اليوتيوب، مين الشخص اللي اتعدم مع محمد عادل؟ قضية زي ما احنا ما بنقول من الحب ما قتل. هبة المعاقة اللي هي صاحبة 39 سنة، الأم لثلاث أطفال في منطقة عين شمس، تم تنفيذ حكم الإعدام بالأمس، لكن مش في سجن جمصة العمومي يا سادة، لكن في قسم في مكان آخر اللي هو برج العرب. تم تنفيذ حكم الإعدام على أسامة اللي عنده 33 سنة علشان قتل هبة اللي عندها 39 سنة. كل الناس هتستغرب ازاي الزوج عنده 33 والزوجة عندها 39. قصة حب في شارع العشرين في منطقة عين شمس، يمكن الكل بيتحاكى على قصة الحب اللي كانت ما بين أسامة وهبة، مع ان الفرق العمري ما بينهم 6 سنين يا سادة، علشان أسامة ينحر هبة المعاقة المشلولة، عندها رجل لإحدى قدماها مشلولة، وعلشان كده كانت تاجرة سيارات. كلمة تاجرة سيارات لهبة الكل بيعتقد إنها عندها أجانس عربيات أو عندها معرض لبيع السيارات أو الاستبدال. لا يا سادة، أسامة قصة حب بعد 3 طلقات. أيوة زي ما أقول لحضراتكم إنه طلق هبة 3 مرات، وقصة المحلل هي اللي أنهت الحكاية. الحكاية ابتدت يا سادة لما كانت هبة عندها في الوقت ده في حدود 27 أو 28 سنة، وكان أسامة أصغر منها ب6 سنين في حدود 22 سنة. قصة حب الكل كان بيستغرب، الكل ما كانش متوقع إن في شخص عاقل ممكن يتجوز بنت مشلولة، مش من قلة البنات السليمة، لكن الحب اللي كان ما بين أسامة وما بين هبة لحد ما صبرت عليه وقدر انه يكون نفسه وتمت الزيجة، يمكن زواج استمر 13 سنة، انجبوا من خلاله 3 اولاد، اصغر ولد عنده 4 سنين واكبر ولد عنده 11 سنة. طبعا هبة خلفت ولد وبنتين، والاولاد هم اللي اكتشفوا الواقع، وكان لغز كبير جدا امام رجال المباحث. مين اللي قتل هبة يا سادة؟ مفيش دليل ولا في كاميرات، والتحريات كانت عاجزة بعض الشيء، لكن الولد الكبير اللي عنده 11 سنة هو اللي فتش المستور. الحكاية ابتدت لما كان أسامة وهبة بينهم وبين بعضهم قصة حب، وكل أصدقاء أسامة يقولوا له يا ابني من قلة الناس السليمة رايح تتجوز واحدة مشلولة، لكن لم يعتري لهم الكلام، وكان دايما مركز في قصة الحب اللي يمكن هبة ضحت بكل حاجة، وهنا كانت شاطرة جدا في الطبيخ وفي تجهيزات البيت وفي العلاقات وفي كل حاجة، فكان أسامة مش شايف غير هبة قدام عينيه. حب كبير جدا، سبحان الله، ربنا سبحان رب سبحان الله ان قصة الحب دي نشأت ما بين سيدة معاقة وما بين أسامة. اتجوزوا والدنيا كانت ماشية تمام، وهنا أسامة كان عنده ورشة ألموتال، وهنا كان بدأ ان هو بقى يبدأ يكون نفسه، وخد شقة واتجوز هبة، والحياة كانت بمبة، لحد ما بدأ الحال يعني يرتاح مع أسامة، وبدأ ان الشغل يقل ويضعف، بدأ ان هو يبتز زوجته اللي هي المعاقة هبة اللي عندها 39 سنة. هنا بدأ يتجه الى مسار المخدرات، اللي هو أسامة بدأ ان هو يشرب مخدرات، بدأت المادة تقل منه. وهنا في الوضع ده كانت هبة شغالة تاجرة سيارات. تاجرة سيارات يعني ايه؟ ولا كان عندها اجانس، ولا كان عندها معرض عربيات، ولا حاجة. هي كانت معاقة، واحنا عارفين ان الدولة بتتيح للمعاقين كل 5 سنين عربية. طب هل بقى يعني عشان هي بتاخد عربية كل 5 سنين تبقى تاجرة؟ لا، ده كانت هبة بتشتغل حاجة تانية. يعني احنا فاهمين ان ممكن يعني انسان سليم بيروح ياخد الجواب بتاع الست المعاقة او الشخص المعاق وبيشتري العربية، واحنا بنقول ان ده يعني شق غير قانوني، لكن احنا بنحكي اللي بيحصل واللي بيدار على ارض الواقع. يعني في ناس معاقين كتيرة قوي بتروح تشتري العربية نفسها وبتبيعها بالجواب. هبة هنا خدتها فرصة انها اشترت عربية وبعتها عشان مثلا تاخد تمن الجواب مثلا 15,000 جنيه او 20,000 جنيه، لكن ما اكتفتش بكده. بدأت هبة تكون وسيط ما بين تجار العربيات في بورسعيد او ميناء دمياط،
وبدات انها تجيب الناس اللي هي المعاقه مقابل ان هي بتخلص لهم شغلهم وبتجيب الجواب من المعاق، وتروح مع راجل سوي مثلا حد حابب ان هو يشتري عربيه. يعني كانت عامله تجاره كده صغيره على قدها، وكانت بتكتسب اموال كويسه جدا لان كانت بتوفق ما بين المعاق واللي بيشتري العربيه وبتخلص الاجراءات، وتعودت والناس عرفوها بقى في المستشفيات اللي هي بتتم الكشف على المعاق فيها، وكانت بتسهل امور كتيره. فدايما كان القرش موجود في ايديها. في الوقت ده اسامه قال خلاص ان انا زوجت بقت سيده اعمال بتعرف تجيب فلوس، فهنا ما عادش بتفرق معاه بقى جاله شغل او ما جالوش شغل، فهنا كان دايما بيبتزها وبياخد منها اموال علشان ينفق على مزاجه ويشرب مخدرات وحاجات من دي. تمام، هنا بدأت تعدي أول سنة واثنين وتلاتة مفيش أي مشاكل، وبدأ إنه يظهر على أسامة الاختلاف إن هو بدأ إنه يدمن إنه يشرب مخدرات ويضرب زوجته. طيب هنا أسامة طلق هبة ثلاث مرات، أسامة طلق هبة ثلاث مرات. طبعا اكيد احنا لازم نشرح لكم الثلاث مرات اللي تم الطلاق فيها، وازاي ان دخل محلل في القضيه، وازاي اسامه راح لدار الافتاء واخد عمي ربيع اللي هو والد هبه، وكانت الدنيا بايظه خالص لحد ما هدد والد هبه اللي هو حماه وهدده بالقتل لو ما رجعتلوش هبه. طب ترجع لك ازاي يا عم وانت طلقتها ثلاث مرات؟ الطلقه الاولى كانت عباره عن ان هو بدا ان هو ياخد الذهب بتاعها وياخد الفلوس اللي معاها، وبدا ان هو يشرب ويشرب ويصرف ومش عارف ايه، فهنا طبعا ما عجبهاش الوضع. يعني انا اشتغل وانا ست معاقه، ويمكن الخطوه من الشخص المعاق بتساوي كتير قوي، لان طبعا ده ارهاق بدني وارهاق جسماني على هبه. بدات ان هبه هنا تنفر من اسامه وتقول له تحاول تشتغل وتحاول ان انت تحسن سلوكك مع الزباين علشان الشغل يرجع لنا تاني والاشياء تبقى معدن. اسامه حط في دماغه ان طالما هبه بكل يوم بزبون وكل يوم بعربيه وكل يوم في السويس ويكون في بورسعيد وفي اسكندريه وفي شبين الكوب ودمياط، دي الاماكن اللي بيتم فيها تجاره او سيارات المعاقين. هنا طبعا يعني بدا ان هو يضربها في الطلقه الاولى بعد ما كان انجب ولد، لان كانت غضبت قبل ما الانجاب وكان حصلت مشكله قبل كده وغضبت وراحت لابوها، لكن الناس اتدخلت ورجعوهم تاني. الطلقة الأولى لما كان بيضربها في قلب الشارع، كان بيضربها في قلب الشارع والناس كلها شاهدة على الواقعة دي، لأن يمكن قص شعرها مش بمقص، لأن ضربها هي طبعا ست معاقة، يعني أقل ضربة بتختل توازنها وبتقع على الأرض. ضربها قدام الناس وبدأ يجرها على الأرض وجاب سكينة وقطع شعرها كلها، يعني حلق لها شعرها قدام الناس. الغريب إن كان معهاش غير ولد واحد في الوقت ده، وغضبت والناس اخدوها بعد ما اغمى عليها من اثر الضرب وتقطيع شعرها وقص شعرها ويروحوها لعمي ربيع. عم ربيع اللي كان رافض ان اسامه يرجع هبه تاني، لكن يمكن الرصيد من الحب والموده اللي كان ما بينهم في ايام الخطوبه وقصه الحب اللي الكل كان بيتحاكى بها من الاستغراب الوضعي اللي حصل فيها، ان شخص سليم يحب معاق. المعاقة دي شخصية زينا وبني آدمة وتتحب وتحب ولها جميع الفضائل وجميع يعني كل حاجة احنا بنحب نعملها بيكون على نفس الوتيرة في الإخواننا المعاقين. طبعا ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يا رب يرزقهم بخير الرزق. هنا طبعا الحاج ربيع لما غضبت هبة وما رضاش انه يرجعها، لكن أسامة أخذ ناس وراح، وهنا كان هبة عندها قبول وعندها نية انها ترجع لزوجها مرة تانية بعد العلقة اللي هي اخدتها في قلب الشارع وتم قص شعرها قدام الناس. رجعت هبة مرة تانية، لكن الغريب هنا ان حصلت مشكلة مع اسامة. المشكلة كانت بعيد عن اسرة هبة، ما كانش عندهم غير ولد واحد، وهنا المشكلة كانت بعيدة عن الاسرة. طب المشكلة كانت فين؟ بعد الطلقة الأولى خلاص رجعت هبة وبدأت يعني تساعد زوجها وبدأ يفتح ورشة الألموتان تاني، ومازال بيشرب مخدرات. القصة الثانية أو الواقعة الثانية إن أسامة قتل. طب قتل مين؟ قتل نسيبه اللي هو زوج أخته. إزاي؟ حصل خلافات ما بين أخت أسامة وزوجها، وعلى أثرها قامت مشاجرة ما بين الاثنين، وعلى أثرها قتل أسامة زوج أخته اللي هو نسيبه.
هنا طبعا القضيه اتأيدت انها مشاجره او ضرب افضل الى موت. اخذ 7 سنوات وخرج من السجن وما زالت في كنفه هبه المعاقه على ذمته، ما قدرتش انها ترفع عليه قضيه ضرر او قضيه طلاق او تخلعه، فضلت منتظراه لحد ما خرج من السجن. لكن بعد خروجه من السجن هنا افتكر ان هي كل مره هتسلم الجره، هنا افتكر ان الامور لسه هتفضل ماشيه زي الاول. لكن سرعان ما خرج أسامة من السجن وعاود شرب المخدرات مرة تانية، والورشة بتاعته كانت مقفولة وما كانش فيه صناعية، بدأت هبة تشجعه اقف على رجليك تاني، وانا يمكن وانت في فترة السجن انا معايا مبالغ مالية قدرت ان انا احوشها من التجارة ونبدأ نشتغل تاني. لكن أسامة مازال بيخدر بيشرب المخدرات والحال بدأ يسوء اسوأ واسوأ. بعد خروجه من السجن في قضية الجناية اللي المشاجرة اللي ادت الى موت نسيبه، وهنا بدأ أسامة يحط الطين بزيادة على هبة. هبة كانت صيناه في العرض والمال والشرف، تمام. هنا بدأت ندخل بقى على المرحلة التانية اللي هي الطلقة التانية. بدأت برضو المنازعات والمشاجرات بينه وبين هبة، وهبة قالت له خلاص يعني إن الله غفور رحيم ونبدأ صفحة جديدة. لكن بعوده إنه يرجع تاني ليه شرب المخدرات بدأ يبتزها من جديد لحد ما حصلت مشكلة وطلقها الطلقة التانية. كده هبة كل شوية تقول له ما عادش ليك غير فرصة واحدة. طبعا اتطلقت وغضبت، وهنا في المرة دي عم ربيع كان مانع منعا باتا ورافض انها ترجع تاني لأسامة. بدأ أسامة يجيب الناس وبحبها وخلطان ويبوس الأدم ويبدي الندم وأنا إنسان سوي وبدأت أصلي، لحد ما قدر إن هو يقنعهم. وكانت هبة عندها رغبة مرة تانية إنها ترجع لأسامة. رجعت لأسامة وخلفت كمان مولود، بقى كده عندهم 2، وبدأ إن هو ينزل الورشة وبدأت الأمور تمشي لحد ما. لكن برضو سلك المخدرات مازال في دم أسامة، بدأ إنه يشرب تاني ويبتز تالت ورابع وخلاص. طالما هو جرب الطلقة الأولى ورجعت والطلقة التانية ورجعت وضرب وحلق لها شعرها وقص شعرها وأهانها، فأكيد يعني خلاص يعني هو عرف دية الناس دي إيه أو آخرهم إيه. الحياة فضلت ماشية شوية لحد ما خلفت الطفل التالت وبقى عندها 3 أولاد، لكن الحياة أصبحت لا تطاق مع أسامة. شرب وضرب وإهانة وسكر وسيدات وحريم والقصص اللي انتوا عارفينها دي كلها، لحد ما زلف لسانه ورمى اليمين التالت. طلق هبة الست المعاقة اللي كانت دايما شايلاه في سجنه وشايلاه في فقره وشايلاه في حالة انه ما كانش معاه فلوس. طلق هبة الطلقة التالتة. هنا خلاص أصبحت هبة لا تحل لها. هنا أسامة بدأ إنه يتغاظ وحط فضل يفكر بقى إن هي ممكن تتجوز، ممكن حد هي تنكشف عليه بعد كده، والحب يعني قصة حب كبيرة جدا 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 برغم المشاكل ورغم يمكن الطلقات التلاتة وأصبحت لا تحل لها، لكن كان بيعشق حاجة اسمها هبة. سبحان الله، هنا هبة اتطلقت واخدت ال3 اولاد وراحت عند الحاج ربيع. حاج ربيع طبعا يعني هبة عنده، الحاج ربيع عنده جوز منازل، جوز بيوت يعني البيت اللي وقعت فيه هو ومراته وعياله الباقيين وشقة صغيرة كده لهبة. هنا بدأ ان اسامة يروح للحاج ربيع، وانا عايز مراتي وانا عايز ارجعها. يا ابني هترجعها ازاي؟ هترجعها ازاي؟ هي اتطلقت 3 مرات، هترجعها ازاي؟ انا معرفش، انا مش شايف في الدنيا غير هبة، انا مش متجوز تاني غير هبة. وهبة تقول له ما ينفعش ان احنا خلاص انت اتطلقت لي 3 مرات. طب تعالوا اما نروح لدار الافتاء. بدا ان هو ياخد ربيع اللي هو حماه ويروحوا لدار الافتاء. بداوا يسالوا اسئله، طب هل هي كانت يعني مثلا في شهور الحيض؟ طب هي كانت مش عارف ايه. فطبعا هنا وقع الطلاق الثالث الاخير اللي ما كانش فيه منفذ خالص غير ان هبة تتجوز حد تاني، وبعد ما تتجوز حد تاني بدون تخطيط وبدون ترتيب وتتطلق ويدخل بيها ومش عارف ايه. انتوا عارفين قصة المحل. هنا الدنيا اسودت في وجه أسامة، مش عارف يلاقيها فين ولا منين عشان يرجع هبة. يقول لها خلاص ده بنت، ده بنت فاكرة ان هما 3، تقول له ده الـ3 طلقات واضحين زي الشمس. واضحين زي الشمس ازاي؟ هو انت كنت مثلا سكران؟ قاعد يفكر كتير قوي علشان يرجع هبة، وهنا هبة رافضة لانها هيرجع، هترجع ازاي؟ هو اصبحت مع يعني اصبحت دون عصمته، يعني ما عادتش تابع ولا تخصه خلاص. هي بدأت يعني اصبحت انها ست غريبة بالنسبة له، وقصة انه يعقد عليها من جديد، هي اساسا كانت مطلقة منه 3 مرات فلا تحل له.
فلا تحل إلا أن تتزوج غيره، وبعد ما تتجوز غيره ويقيم معاه العلاقة الشرعية والخلوة وزواج على سنة الله ورسوله، ولو اتطلقت هو ممكن يتجوزها تاني. هنا طبعا الحاج ربيع قال له احنا رحنا دار الافتاء ما اعجزوش، وهنا خلاص يبقى الطلقه الثالثه وقعت وما عادتش هي على ذمتك وخلاص وكل شيء انتهى يا ابني، روح شق طريقك واتجوز، واولادك عندنا منين ما تحب تشوفهم تعالى شوفهم في اي وقت، ما فيش اي مشكله. ومازال الحب يجري في دم هبه واسامه، بيحبوا بعض لكن خلاص امر الله سبحانه وتعالى نفذ. هنا كل شويه اسامه يتصل على الحاج ربيع رجع لي مراتي، يقول له يا ابني مراتك مين؟ خلاص الموضوع انتهى. لحد ما وصلت ان اسامه هدد الحاج ربيع وقال له انا لو ما اتجوزتهاش، لو ما رجعتهاش تاني لعصمتي، انا هقتلها واريحها منكم، انا استحاله انها تنكشف على جسد حد تاني. بدا ان اسامه بقى يعني خلاص حياته مخربطه، وكل شويه يروح يشوف مراته، لحد ما قعد مع صديق لي اسمه حسين. حسين ده قال له انت شاغل دماغك ليه؟ انت مزعل نفسك ليه؟ الموضوع بسيط خالص، وانت يعني رحت لدار الافتاء وما حلتوش. قال له بقى انت يا حسين ايه اللي هتحل لي المشكله بتاعتي؟ ده انا رحت لدار الافتاء وناس كتير قوي اتدخلت في القضيه وقالوا خلاص يا ابني عشان حلال ربنا هي ما عادتش تحل ليك. قال له يا عم الموضوع بسيط خالص، ان انا هتجوزها وعشان كده بخدم صاحبي، وطبعا هخدمك ليله واحده وخلاص، وبعد كده هطلعها لك تاني يوم وانت تتجوزها. فهنا أسامة بدأ يفكر شوية ازاي ان زوجته تكشف على راجل تاني وجسدها وحاجات من كده كتير، وهنا بدأ ان يعني يفكر مع نفسه وقال له يا حسين دي مراتي، يا حسين دي مرات صاحبك، يا حسين يعني خليك بشويش، يا حسين بلاش تدوس فرامل قوي، يا حسين يا حسين. ده قال له يا عم ده هي ليلة واحدة ولا من شاف ولا من سكت، وهنكتب عليها وتاني يوم اطلقها لك وانت تستلمها تاني. هنا ضغط على نفسه وضغط على كل حاجه. في ناس طبعا هتغلط اسامه وتقول ان هو لو بيحبها مش هيخليها تتجوز تاني، ده هي هتتجوز بشرع ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا محتاجين راي حضراتكم، لو انت يعني بتشاهد الفيديو معايا لحد دلوقتي يا ريت ما تخرجش من الفيديو الا لما تقول رايك في اللي عمله اسامه من ناحيه المحلل والحاجات دي. بدا ان هو اسامه يروح لربيع اللي هو والد هبه، وبدا يقول له يا عمي الحاج انا في واحد صاحبي هيتجوز هبه لمده يوم ويطلقها، وبعد كده انا هتجوزها، وده شرعي وعلى سنه الله ورسوله، وهيكتب كتاب، وبعد شهور العده بتاعتها ما تخلص من الزواج انا هتجوزها، لان انا مش هقدر اتجوز حد تاني غير هبه، ولو هي اتجوزت انا هقتلهم هما الاثنين. هنا طبعا كان الحوار في حضور هبه. هبه قالت له يعني انت ترضى ان مراتك تنكشف حتى لو بالحلال، مراتك تنكشف وتترمى باحضان راجل غريب وانت عارف ان انت اللي عامل كده؟ طب انت ترضى ان يقام علاقه شرعيه وده حلال ربنا سبحانه وتعالى بيني وما بين حسين اللي انت بتقول عليه ده صديقك، وبعدها تقبل ان انت تتجوزني تاني؟ فقال لها نعم. هنعمل ايه؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا هبه، ولازم ترجعي لي. القضيه دي يا جماعه منتشره قوي في منطقه عين شمس، تحديدا في شارع اسمه شارع ال20، اسامه وهبه. هنا طبعا قالت له انت موافق يعني على اللي هيحصل ده واتجوزه ليله ونقعد بعد شهور الثلاث قروء او شهور العده واتطلق وتتجوزني تاني وبتاع؟ قال لها ايوه انا موافق. وقالت له طالما انت موافق انا مش موافقه. ازاي؟ قالت له انت لو طالما قبلت ان انا زوجتك وحبيبتك وقصه الحب اللي ما بيننا دي كلها تنتهي في ثواني وتخليني اختلي براجل هيكون في شرع ربنا سبحانه وتعالى امام الله وامام الرسول جوزي، انا مش هنفذ كده، ويا سيدي اطمن خالص انا مش هتجوز حد تاني خالص، ولو اتجوزت انا اعمل اللي انت ما بدالك. هنا طبعا بدا ان اسامه يتعصب وبدا انه يتهجم على الراجل وزوجته، والمهم الموضوع الزوجه رفضت المحلل، وكان اسامه كان مصمم على المحلل لانه حياته بالنسبه له على حسب ما كان بيحكي لاصدقائه ان حياته مش هيقدر يمشي بيها الا بتواجد هبه في حياته. بدا ان اسامه يتودد مره تانية وحس ان هبه زعلت منه، وهنا بدا يقول لها خلاص انا هاجي ابص على اولادي واشغل الورشه بتاعتي ولحد ما ربنا يوجد لنا حل ان شاء الله. قالت له انا اوعدك يا اسامه ان انا مش هتجوز حد غيرك. بدأ بقى أسامة إنه يشتغل في الورشة وراح لهبة قال لها أنت واخدة الثلاث أولاد، ف
فانت تجيبي لي الولد الكبير يقعد معايا، سته عاوزه تشوفه، وعشان يعني لو ما كانش في بينا وفاء فمش عاوزين نقطع الصله بيني وبينك. بالفعل هنا الزوجه ادت له الولد، يعني ادت له الولد الكبير، اخده وراح عشان يبات عند والدته، والده الزوج. هنا طبعا الولد ابوه جاب له العاب وبتاع، وقعد ياكل ويشرب ويحضن فيه، وسته بدات تقعد معاه وتجيب له وتديله فلوس وبتاع، فالولد دخل ينام. فهنا الحوار اللي دار ما بين اسامه وما بين والدته، قال لها يا امي انا مش قادر ان انا ابعد عن هبه وانا لازم اتجوزها. قالت له يا ابني ده خلاص هي بدات مطلقه بقى، ما عادتش على ذمتك، ده لازم تتجوز حد تاني. فقال لها ما انا عرضت عليهم، قالت لي ما انا عارفه. فهنا ما فيش يا ابن المحلل، ده حرام، لما يكون بعلم المفروض انها تتجوز برضاها، ويكون راجل بيتجوزها لغرض المعيشه، ومثلا يبقى في مشاكل بينهم وبين بعضهم، وعشان الحلال. احنا مش هنضحك على ربنا سبحانه وتعالى، وهما كده الناس بتتكلم صح. قال لها يا امي انت معايا؟ وقال معاهم، قالت له يا ابني انا معايا الحق. قال لها خلاص انا هقتلها. قالت له انت اهبل، انت مجنون، هتقتلها وتضيع نفسك؟ هي كل مره تسلم الجره، هو انت عشان قتلت مره ويعني يمكن بالقدوس الوصف بتاع القضيه او اتصنفت القضيه انها مشاجره واخدت 7 سنين وخرجت، هي هتسلم كل مره يا ابني؟ هيشنقوك يا ابني. لكن اسامه اللي كان في دماغه هو في دماغه. طبعا يمكن اسامه بقى اخذ الولد معاه، والولد اشتغل معاه في الورشه، وبدا انه يخطط، وبدا يعرف كل الكواليس عن هبه عايشه ازاي وبتاكل ازاي، ومين اللي بيبقى قاعد في البيت، واولادها التانيين بيروحوا فين، ابوها وامها بيروحوا فين، اخواتهم. بدا ان هو يخطط لمقتل هبه المعاقه. بالفعل قدر انه ياخد المفتاح بتاع الشقه بتاعت هبه، لان الولد اللي كان شغال معاه اللي هو ابنه كان معاه نسخه من المفتاح، لانهم طبعا كلهم في منطقه واحده. فقدر انه يستل المفتاح، قدر انه يسرق المفتاح من ابنه، واخد المفتاح وتلصص. خدت بالك؟ بعد ما قدر انه يحدد ان البيت مفيش حد موجود فيه، وقدر انه يدخل على هبه علشان يلاقيها داخل الشقه وينهي حياه هبه بدون ما حد ما يشعر ولا حد يحس. وهنا بدا ان ولادها بقى كانوا في دروس راجعين، لقوا امهم مدرجه في قلب الصاله بتاعت الشقه الصغيره اللي كانت قاعده فيها عند ابوها ومتوفاه. يعني كانت بتنزع بعض النزعات، ما كانتش قادره تتكلم، وعلشان كده طمست الحقيقه. ما فيش حد عارف مين اللي قتل هبه، رغم ان اسامه كان بيهدد الحما، لكن اللي اكتشف القضيه كلها الولد اللي كان شغال مع ابوه في الورشه، اللي هو الولد ابن اسامه. هنا بدات ان يعني يمكن لما اكتشفوا الواقع البنات بداوا ان هم يصرخوا، الاب والام جم، بدات الاهالي تتجمع، بداوا يبلغوا رجال المباحث اللي حضرت في التو باللحظه. هنا الزوج وضعه ايه؟ الزوج كان اول واحد بيجري مع الناس عشان يطمن على مراته. حضرت المباحث، وهنا بداوا ان هم يشوفوا بقى الشقه ودخول والمفاتيح والكوالين والحاجات دي. لكن لفت نظر احد ضباط المباحث وهم واقفين ان اسامه ده معاه مفتاح بيحاول انه يتخلص منه، انه يرميه بعيد عن جيبه، لان بدات الشكوك هنا واصابع الاتهام تشار الى اسامه. لكن هنا تم القبض على الزوج اللي قاعد يتحجج، وانا كنت في الورشه وما اعرفش، وكانت العلاقات وعملنا ورحنا دار الافتاء وهي ما رضتش ترجع، واتفقنا مع بعض ان هي مش هتتجوز غيري، وانا هقتلها ليه؟ ده مراتي وما رجعتش بالطيبه، ما ترجعش بالغصيبه. القصص دي كلها. لكن كانت شهاده الولد هي اللي فجعه كبيره قوي لما سمع الاب وامه اللي هو وجدته ان هو قال لها ان انا هقتلها علشان انا ما فيش حد هياخدها مني تاني، مع انها معاقه، لكن سبحان الله ربنا انزل الحب. وقصه حب بنقول لحضراتكم ان عين شمس كانت بتتكلم على قصه الحب دي، لان هبه كانت مشهوره بعض الشيء في توفيق التجار او الناس اللي بتشتري عربيات مع المعاقين، وبدات انها يعني يذاع صيتها في المنطقه. هبه ماتت، واسامه بعد الضغط عليه وتفريغ كاميرات، وهنا طبعا خلاص قالوا له ان في ناس شافتك، واحنا عارفين اساليب كتيره جدا لتحريات المباحث، اعترف بالواقعه تفصيليا وقال انا اللي قتلت ام ولادي. وكده خلاص القضية بدأت انها تاخد درجات تقاضي، وكان مفكر بقى ان القضية هتسلم زي كل مرة، يعني كل مرة تسلم الجرة، لانه قتل زوج اخته قبل كده، والقضية كانت قضية مشاجرة واخد 7 سنوات فيها. القضية دي يمكن بقى لها سنتين، لكن درجات التقاضي والنقض والالتماس والاجراءات القضائية والادارية والحاجات دي بالفعل تم تنفيذ
حكم الإعدام أمس في أحد سجون برج العرب، وتم استلام الجثمان بتاعه واندفن بالأمس وسط برضه تجديدات أمنية. لكن هنا الأب اتعدم والأم ماتت، والأولاد مصيرهم ومستقبلهم إيه؟ هم اللي بيدفعوا الفاتورة من الحب ما قتل. أتمنى لو حضرتك وصلت معانا لنهاية الفيديو، يا ريت تقول لنا رأيك في القضية كلها. هل هبة كانت غلطانة؟ هل أسامة كان غلطان؟ أكيد طبعا أسامة كان غلطان، وعلشان كده كان جزاؤه الإعدام. بنحب إن احنا ننشر لحضراتكم القضايا اللي بتنتشر في السوشيال ميديا في المجتمع المصري، علشان ناخد منها مواعظ وناخد منها عظة ونتعلم من أخطاء الغير. بتحب إنسانة زي ما بتحبها حافظ عليها، ما كنتش بحب إنسانة وكل لساني صليط، ما كنتش بحب إنسانة ويكون دايما سرعان الغضب في الطلاق، لأن الطلاق ده حتى لو بتهزر بسلاسة هزرنهن جد اللي هما منهم الطلاق، وجدهن جد اللي هو الطلاق، تمت الطلاق وخلاص. يعني هل رأي حضرتك بقى في قصة المحلل اللي أسامة بدأ إن هو يبني عليها تفكيره إن هو ينهي حياة هبة بعد ما رفضت؟ عاوزين رأي حضرتك في القضية. تم إعدامه بالأمس وتم مباراة جثمانه واستلام الجثمان، وده الشخص اللي تم إعدامه في نفس اليوم اللي تم إعدام محمد عادل فيه. أتمنى لو حضرتك وصلت معانا للنهاية وشاهدت الفيديو كامل، يا ريت ما تنساش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس كمان، لان احنا لينا الشرف وكامل الشرف ان حضرتك او حضرتك تكونوا من ضمن اهل اصل الحكايه. دمتم بخير، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.